أن استغل فرصة استقباله بميدانه لفريق اتحاد عنابة وفاز عليه بنتيجة هدفين لهدف واحد، فوز يمكن فريق وداد تلمسان من البقاء في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن جمعية شلف التي تبقى في المركز الأول مع ناقص مباراة. الوداد التلمساني يحقق فوزه الخامس في بطولة هذا الموسم، في حين اتحاد عنابة يتواجد في المركز